بين سجلات 2019 الحبلى بالحروب والتشرد والمآسي كان الدور الذي لعبته المرأة المحاربة على جبهات عدة أحد الملامح المشرقة القليلة لسيما في الدول العربية حنجرتها الصادحة ثورة جسدت آلاء صلاح نموذجا للمرأة السودانية على خطوط النار الثورية خطوط تقدمتها المرأة بجرأة فلم يرهبها قمع أجهزة الأمن ولا رصاصاتها ودونت اسمها في سجل الحرية الذي توج بإسقاط النظام وإلغاء قانون النظام العام الذي أذل السودانيات طويلة وعبدت الاء وقريناتها طريق الثوره امام نساء العراق والجزائر ولبنان طلعوا فها هي ام محمد تحضر وجبات خبز العباس لتعزيز صمود المحتجين في ساحه التحرير ببغداد ولم تتوانى البائعه دنيا عن توزيع المحارم الورقيه التي تمثل قوت اطفالها على المتظاهرين للتخفيف من وطاه قنابل الغاز عليهم ودفعت الناشطه زهراء علي سلمان حياتها فداء لثوره مواطنيها ومواطناتها ضد منظومه الفساد التي ترعاها دول اقليميه وباتت طالبه الحقوق ياسمين نور الهدى دحماني ايقونه لثوره الجزائريين والجزائريات وراية محاسبة الفاسدين التي رفعتها في التظاهرات لم يخفها السجن الذي أودعت فيه بسببها. أما الراية الأمازيغية فانتهت بمواطنتها سميرة مسوسي إلى السجن، حيث لا تزال تقبع حتى اليوم وما بدلت تبديلاً. واختزلت رفسه ملاك علويه لمرافقي احد الوزراء الذين روعوا المحتجين بالذخيره الحيه غضب اللبنانيين واللبنانيات على حكامهم الفاسدين غضب تفجر ثوره كانت المراه فيها الدرع الواقي من العنف الامني والفتنه الطائفيه على حد سواء وللحرب الحقوقيه محارباتها اللواتي سجلنا هذا العام نصراً تمثل بالإلغاء التدريجي لنظام وصاية الرجل على المرأة وإسقاط القيود عن عملها وسفرها ولأولئك العالقين بين حبال الموت والحياة على متن قوارب الهجرة تمثل كارولا راكيتي وأمثالها طوق النجاة على متن قاربها سي واتش أنقذت كارولا المعروفة بقبطانة المهاجرين المئات من الموت المحتوم وأحيت آمال بعضهم بمستقبل أفضل على الضفة الأخرى من المتوسط حين تحدت الحظر الإيطالية على استقبالهم ولم ينجح اعتقال كارولا ولا محاكمتها في إطفاء حماستها تجاه قضيتهم How dare you? You have my بخطابها المحموم أضحت المراهقة السويدية غريتا تومبرغ لسان حال ملايين الطلاب الخائفين من تداعيات الاحتباس الحراري على مستقبلهم. وألهمت نشاطاتها ما يشبه ثورة من أجل المناخ. حرب غريتا التي اكسبتها لقب شخصية العام في مجلة تايم الأمريكية لم تنتهي بعد. وكذلك هي حروب قريناتها العربيات وغير العربيات. وان انطوت اخر صفحات العام الذي القى بهن في دائره الضوء للحديث عن انجازات المرأه خلال عام 2019 تنضم الينا من الخرطوم وزيره الرياضه والشباب السودانيه ولاء عصام البوشي، اهلا بك يا استاذه ولاء، اشكرك جزيلا لاعطائنا الوقت لهذه المقابله، سأدخل في الكثير من التفاصيل والتفاصيل الشخصيه لربما التي حضرتك عشتيها خلال 2019 وكانت مثارا للجدل ربما وهي مثال على ما عانته المرأه بشكل او باخر، فانت ايضا يعني حاله من الحالات التي أيضا تعرضت لهذا النوع من الضغط بشكل عام هل أنجزت المرأة ما كانت ترغب أن تقوم به أو أن تصل إليه في 2019 برأيك أستاذة ولا؟ السلام عليكم شكرا لي على وأول حاجة حابة أشكركم على دوركم الكبير اللي لعبته في الثورة لأن أنا شخصيا طلعت في قناة الحرة في كثير من المقابلات في عز القمع اللي كنا نتعرض له في الشارع كثوار وكنساء وواحدة من الانتصارات انه انا حاليا بتكلم معاكم من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فانا بشوف انه احنا حققنا كثير من الانتصارات لكن آه لسه محتاجين نشتغل على ثلاث انتصارات آه مماثلة الكثير ف سوري ثلاث انتصارات هم انت انتصار وهناك انتصارين اخرين معك في الحكومه مع معلش ما سمعتك كويس هناك انتصارين اخرين معك في الحكومه يعني هناك ثلاث سيدات ايوه انا بتكلم انا ما بتكلم عن نفسي انا فقط احنا احنا بنمثل نساء السودان ففي الحكومه الانتقاليه عندنا سيدتين في مجلس السياده استاذه عائشه موسى واستاذه رجاء نيكولا في مجلس الوزراء عندنا اربعه وزيرات وعندنا على راس الدبلوماسيه السودانيه استاذه اسماء طبعا نحن نطمح للمزيد والان عندنا تشكيل المجلس التشريعي حيكون النسبة بتحته 40% في المية حتمشي نساء أو أكثر وكل المجموعات النسائية الآن على قدم وساق على إنه يتم تمثيل عادل للنساء في المجلس التشريعي وضمن أكبر الانتصارات إلى الآن إلغاء قانون النظام العام وهو القانون اللي استخدمه النظام البائد خلال 30 سنه لكسر شوكه النساء السودانيات والناشطات السودانيات ولكن رغم كل هذا القمع تمكنت النساء أن يكونوا في الطليعه وتقدم الصفوف في المظاهرات وايام الثوره العظيمه في ديسمبر المجيد تمام وفي العموم اليوم في العالم العربي عم تنظري حضرتك استاذه ولا بانه تحقق ما تحقق للمراه ما كانت تريده جزء منه القليل منه بقي كما هو على ما كان عليه في عام 2018 ولا لا؟ عموما في العالم العربي انا شايفه انه في كثير من التقدم الحاصل بالنسبه لحقوق المراه يعني مثلا نجد في المملكه العربيه السعوديه الان النساء وجدوا كثير من الحقوق مثل قياده السيارات تمثيل النساء في كل المجالات زي ما ذكر التقرير تمثيل النساء يعني النساء حس يقودوا الثورات في كل انحاء المجتمع في انحاء الوطن العربي لكن انا شخصيا ارى انه نحن محتاجين المزيد من التمثيل السياسي يعني النساء هم في المقدمه وفي الطليعه وده يكون حق وليس منا نحن نطمح في المزيد من التمثيل النساء على كل المستويات على مستوى السلطات التنفيذية على مستوى الأحزاب السياسية على مستوى المجتمع المدني وزي ما قلت مسبقا هذا هو حق أصيل وليس منا فالنساء ففي كل المنطقة النساء يعني ما زلنا يقاومنا يعني كثير من النظرات التقليدية كثير من الأفكار ما زالت متوارثة لكن ماشيين بخطى واثقة وخطى ثابتة ونحن بالنسبة لنا إحنا في السودان يعني النساء السودانيات تقدمنا الصفوف يعني ده ما جديد علينا يعني احنا لو مسكنا في تاريخ السودان حنجد انه من الممالك القديمة اللي هي قبل الاسلام والمسيحية الممالك النوبية الكندكات اللي هم المحاربات السودانيات وكانوا ملكات فدي يعني احنا مسيرتنا في السودان مسيره تاريخيه ما حاجه جديده علينا زي ما قلت وتغلبنا كثير من المناصب يعني احنا بنجد انه الاتحاد النسائي السوداني كان منذ خمسينيات العام القرن الماضي تاسس يعني كان عندنا سبق السبق في كثير من المجالات يعني عندنا مولانا احسان فخري كانت اول مراه في القضاء في افريقيا واول مراه تقلدت منصب قاضي محكمه عليا عندنا اول برلمانيه تنتخب كانت في استاذه فاطمه احمد ابراهيم في الشرق الاوسط فدي طبعا. مسيره بنتمنى انها تتواصل في السودان حصل لها شويه جمود في ال30 سنه اللي فاتت او آه. السرعه بتاعتها قلت آه لكن الناس انتفضت وماشي طيب. بخطى كويسه يعني ان انخفض انخفض سور انخفض ارتفاع سور الدين امام تقدم المراه يعني سؤال فلسفي شوي سامحين عليه انخفض سوري معلش ارتفاع سور الدين امام تقدم المراه الدين م? كان عائق خف يعني انخفض هذا العائق تراجع هذا العائق الديني امام المراه بتعرفي المجتمع المجتمع العربي جزء كبير مبني على المعتقدات أيوة. الدينيه منه عم بتواجهي حضرتك يعني حاليا القضيه يعني ربما انتهت يعني صار في حكم بالموضوع سنأتي له بعد قليل ولكن انخفض ارتفاع هذا السور الديني الذي كان يقف امام المراه ما من التقدم كما يرى المراقبون أنا بالنسبة لي ما ممكن أصفه بأنه سوء الدين الفهم الخاطئ للدين ولبس عباية الدين بالطريقة الخاطئة واستخدام سلاح الدين بمجموعات معينة لتسويق أهدافهم الشخصية نحن رجحنا لتاريخ الإسلام النساء السيدة عائشة هذا آه هذا وغيرها. هو المقصود هذا هو المقصود يعني كان وسيدة خديجة القضية ليست دينية أكيد هذا هو المقصود يعني كانوا في السياسي كانوا, للدين. كانوا في الطليعة كانوا في الطليعة, كانوا في الطليعة. كانوا في الطليعة فنحن بنقول إنه الاستخدام أو الفهم الخاطئ هو استخدام سلاح الدين للتمكين ولتمرير يعني أهداف كانت خفية ودي ما كانت بس يعني حربت به النساء وحتى حرب به المجتمع هنا في السودان وفي كثير من البلدان في المنطقة ممكن نقول برضو النظرات التقليدية العادات والتقاليد إلى حد ما لكن دي أصلا هي معركة طويلة مستمرة لكن ال الوعي انا شايفه انه الوعي ماشي في زياده كبيره جدا، وتواصل الناس مع بعضها وترابطها ووسائل الاتصال المنفتحه يعني خلت انه الطريق يكون مفتوح لانه الناس تتحرر من كل هذه الافكار السالبه او التي استخدمت وطوعت بطريقه معينه لكسر شوكه النساء. اتهمتي بالتكفير، لا احب استخدام الكلمه ولكن يعني هذا ما هو متعارف عليه فيها اتهمتي بالتكفير اليوم هل تعتقدين طبعا من قبل احد ائمه المساجد هل كنت هل لو حدث ذلك قبل عام ونصف من الان استاذه ولاء هل لكانت القضيه لتنتهي على ما آلت عليه الان باصدار مذكره اعتقال بحق الرجل ام لا؟ قبل عام ونصف لا طبعا اكيد كنت يمكن حسي اكون امام المشنقه يعني لانه السلطه الدينيه النظام البائد كان يستخدم السلطه الدينيه والقمع الدم الديني بالطريقه الخاطئه انا ذكرتها استخدام عباءة الدين بطريقة خاطئة لتمرير الأجندة الخاصة به. أنا بالنسبة لي اتهامي بالتكفير في ظل المدنية كان يعني تجربة أنا بالنسبة لي كانت مفيدة جدا. وردني كيف أن الثورة دي تأصلت في جذور المجتمع السوداني. لأنه الرفض القبل به هذا التكفير كان كبير جدا. يعني مقارنة بالأصوات التي كانت دعمت هذا التكفير. فأنا بالنسبة لي ده كان ذاته ممارسة وتحدي لنا ونحن ثورة دي وصلت وين؟ فأنا كنت سعيده جدا بالتجربه دي، انها هي ورتني كيف انه الوعي وسط الشباب وسط المجتمع السوداني بيجي يرفض تماما كل اشكال القمع اللي بيمارسوه الناس ممكن نقول عليه نقول عليهم متأسلمين او يستخدمون الدين ويلعبون به حسب ماربهم الشخصيه، لكن بالتاكيد لو كان هذا التكفير تم في عام 2018 قبل الثوره اكيد كان القضيه ما كانت حتمشي بهذه الطريقه ويمكن كان يعني ما كان سيناريو كان حيكون مختلف تماما ما هو المطلوب على مستوى لربما الربط ما بين النساء العالم العربي سوية؟ توحيد هذا الفكر الذي تتحدثين فيه اليوم نشره يعني في الدول العربية على مستوى مؤسسي بشكل ما ما تتحدثين عنه اتحاد نسائي مطلوب يعني وخصوصا انه يعني سياسيات كثر اصبحنا اليوم في الحياة السياسية من الـ من الـ من النساء ما هو المطلوب لإنفاذ ذلك؟ أنا بالنسبة لي إنه النساء لازم يواصلوا في المسيرة اللي هم شغالين عليها، نعم، الاتحادات النسائية مهمة جدا، احنا الاتحاد النسائي السوداني يعني ناهض كثير من القضايا وساهم كثير في تمكين المرأة في النواحي في المشاركة السياسية والمشاركة المدنية وحتى التجمعات النسوية حاليا في السودان تلعب دور كبير. فعموما نحنا التنظيم كنساء محتاجين للتنظيم أكيد، محتاجين لتوحد الرؤى أكيد وعموما نحن كنساء وكرجال محتاجين نشتغل على نفسنا، احنا يعني عايزين نزيد المشاركه السياسيه لازم نكون نحن نشتغل على نفسنا ونلبي متطلبات هذه المشاركه السياسيه، ودي ما هي ليست حوجه فقط للنساء انما للمجتمع ككل. وكدوله عامه محتاجين نشتغل على التثقيف المجتمعي، نبدا من المدارس الصغيره، نوعي عن الحقوق المدنيه، عن اهميه مشاركه النساء في كل نواحي الحياه. يعني وليس فقط المشاركة السياسية المشاركة السياسية المشاركة المدنية المشاركة في الوظائف يعني حتى نحن نتكلم عن عن البلدان المحتاجة للتنمية التنمية في هذه البلدان لن تتم دون النساء يعني مثلا أديك كمثال لو نحن مثلا في إفريقيا محتاجين في في البنى التحتية لمهندسين بيقول لك إنه محتاجين لثلاثة مليون ثلاثة مليون دي ما ممكن نحققها من غير نساء وعلى ذلك قيس، المشاركه السياسيه فانت دائما لما تكون عايز تتكلم عن حقوق النساء، نحن محتاجين نساء يكونوا في السلطات السياسيه وفي السلطات التنفيذيه عشان يقودوا هذه الحقوق ويعني يحققوا لنا المطالب اللي نحن عايزينها والعدل. والمساواه اللي بنتكلم عنه، لانه مم. احنا ممكن نتكلم عن اي قضيه من غير اصحاب المصلحه يكونوا جزء منها. فاكيد نحن كنساء محتاجين نتنظم، محتاجين نشتغل بصوره متوحده، نوحد رؤانا ونضع اهداف معينه ونشتغل عليها، لكن ده برضه مجهود محتاجنا كلنا كمجتمع يعني، دي دي, دي ما حاجه بس انت بتشتغل عليها من زاويه واحده. تمام، اؤكد لك بان هذا الحوار هو لربما من اكثر الحوارات التي استمتعت بها بالحر الليله مع حضرتك استاذه ولاء، اود ان اشكرك واتمنى لك عام سعيد جديد وان شاء الله نلتقي العام المقبل لنقيم كيف سيكون 2020. شكرا لك ولاء عصام البوشي، كنت معنا مباشره من الخرطوم وزيره الرياضه والشباب السودانيه، شكرا.